سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو ديالي في صحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم بسطيلة بالدجاج للمبتدئات اللي يعني معمرها ما صايبات البسطيلة. تابع هذه الخطوات وان شاء الله غادي تنجح في هذه الوصفة. كما كتشوفوا راه درت تشكيلات فرديين وواحدة يعني متوسطة الحجم، ماشي كبيرة وإنما يعني عائلية. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ندوزو للمقادير. هنا كما كتشوفوا معايا بالنسبة للمقادير، عندي دجاجة غسلتها يعني مغسولة من الخيار، قطتها في الحامض والملحة كما كتشوفوا معايا. هنايا عندي واحد نص كيلو ديال اللوز. بالنسبة للتوابل عندي تومة، حامض مصير، سكنجبير، ملح، عواد قرفة وخرقوم وإبزار، نص كاس ديال الزيت المائدة، واحد جوج معالق ديال العسل، والربيع من طبيعة الحال. نبداو على بركة الله. غادي نجيب الطنجرة اللي غادي نطيب فيها هاد الدجاج ديالي. ممكن تضاعفوا الكمية، يعني ممكن ديروا جوج دجاجات، ممكن غير نص دجاجة، على حسب عدد الأفراد ديال الأسرة ديالكم وعلى حسب المتوفر. هنا من بعد ما حطيت ديك الدجاجة في الطنجرة، دابا غادي نبدا نضيف ليها في العطريات. ضفت ليها الربيع، غنضيف غير نص الكمية، والكمية التانية غادي نخليها حتى التالي. غادي نضيف التوابل كاملة، ثومة وحامض مصير، إبزار وخرقوم، عواد ديال القرفة، الزيت حتى هو غادي نضيفه. ممكن ديرو زيت يعني زيت العود وزيت المائدة مخلطين، أنا درت غير زيت المائدة. دابا غادي نشعلو عليهم بوطة ونخليهم يتشحروا شوية حتى تشرب لينا ديك الإقامة. هنا ضفت واحد الكأس صغير ديال الماء باش ما يتحرقش ليا ديك العطرية مع الزيت، وغادي نغطي عليهم ونخليهم يتقلاو شوية. كتشوفوا عندي الماء سبق ليا وغليته، غنضيف فيه داك اللوز، نخليه يغلى تقريبا واحد 3 دقائق ونطفي عليه باش نقيه ونوجدو باش نطحنو. كما كتعرفوا ضروري خصو يتفسخ ويتقلى باش نديروه في البسطيله ديالنا. هنا غادي نطلع على الدجاج كما كتشوفوا راه هو كيطيب. شوفوا راه الدجاج ديالنا يعني طاب، غادي نحيدو من الطنجره ونخلي ديك المريقه تختار لينا. وبالنسبه للوز يعني راه صفيتو وفسختو بهذه الطريقه هذه وغسلتو ونشفتو. دابا حيدت الدجاج ديالي خليته كيبرد جانبا. دابا غادي نضيف الكميه اللي تبقات ليا ديال الربيع على المريقه ديالنا، ونخليها يعني على نار مهيله مع التحراك حتى تعسل لينا ديك المريقة. أو
غادي ندوز باش نقلي اللوز ديالنا من طبيعة الحال في الزيت، تكون دائما البنات باردة، تكون الزيت باردة، تضيفوا فيها داك اللوز عاد كتشعلوا البوطة. هنا الدجاج ديالنا غادي ندوز نفتو نحيد منه ديك الجلده والعظام وكاع دوك الشوائب اللي تيكونوا في الدجاج، وغادي نضيف كذلك لديك المريقه ديالنا واحد جوج معالق ديال العسل اللي سبق ليا وذكرتهم معاكم، غنضيفهم للمريقه وغادي نخليو العناصر كي يتشحروا. هنا عندي البيض اللي غسلته، هنا خديت 8 البيضات، انا غنشوف المريقه ديالي شحال عاد تاخد، واش 8 البيضات نيت ولا اقل ولا اكثر. غادي نبدا بهذه الطريقه نضيف البيض جوج بجوج مع التحرك من طبيعه الحال بهذه الطريقه هذه، وتبعوا معايا الفيديو وان شاء الله غادي تفهموا. صراحه هذه البسطيله جات لذيذه بزاف، نتمنى تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه لهاد القشره البنات ديال اللوز، انا ما كنرميهاش، كنشفها وغادي نطحنها ان شاء الله، وغنشارك معكم الفكره فاش كنستعملها. صراحه هاد القشور ديال اللوز فيه واحد النكهه رائعه، وحتى اللون كيعطيو الحلويات رائع، ان شاء الله غنجربها معكم. هنا كما كتشوفوا هذه هي العماره ديال البسطيله ديالنا من بعد ما وجدت هذا اللوز قليت داك اللي قليت طحنته. هنا البيض مع البصله، وهنايا الدجاج من بعد ما فتتو بهذه الطريقه هذه، نتمنى يكون واضح لكم. بالنسبه لهاد اللوز هذا غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال القرفه مطحونه، وغادي نضيف ليه تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال ماء الزهر، وغادي نحاول نخلط هاد العناصر كلهم حتى يتجانسوا ليا، ونبداو باش نعمروا البسطيله ديالنا. دابا هنا البنات غادي نشكلوا البسطيله اللي بشكل بالحجم العائلي الدائريه. غادي ناخذ الوراق ديال البسطيله كما كتشوفوا، راه يعني الفيديو شارح نفسه ما يحتاجش، غادي نستفهم بهذه الطريقه. غادي نزيد الورقه الثانيه، ندير ثلاثه الورقات لان هذه الصينيه هذه ما كبيراش غير معين. غادي نضيف الثالثه كذلك، وغادي نجيب ورقه الرابعه غادي نحطها في الوسط ديال هاد الورقات هادو باش تجمع لينا ديك البسطيله من التحت. ضروري البنات تدهنوا بالزيت. صافي دابا غادي نبدا نعمر عادي، يعني غادي نضيف الحشوه الاولى اللي هي البصله والبيض، من بعد غادي نتبع ليها الدجاج، ومن بعد اللوز. حاولوا تعمروا دوك الجوانب مزيان باش ما تجيكمش خاويه، يعني طريقه مبسطه يمكن لاي وحده يعني تصايبها، راه بسيطه بزاف كتجي لذيذه
نتمنى تجربوا وتنال الاعجاب ديالكم. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي بطبيعه الحال ما ينساش يشترك ويبارطاجي لي الفيديو مع الاهل والاحباب. وشكرا لكم على المتابعه ديالكم وعلى الدعم ديالكم. غادي نستمر بهذه الطريقه هذه. دابا غادي نبدا نضيف اللوز. البسطيله ديالي بالنسبه لهاد الرقائق هادو راه دوك البقايا ديال البسطيله قطعتهم بالمقص بشكل طولي ودابا غندخلوها الفرن. هنا كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالها من بعد ما تحمرات. صراحه كتجي زوينه بزاف ومقرمشه. غادي ندوز نزينها ونتلاقى معاكم. كما كتشوفوا معايا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال البسطيله ديالنا، زينتها بشويه ديال السكر كلاصي والقرفه واللوز. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. وبالنسبه لهاد الفرديين حتى هما زينتهم بالسكر كلاصي والقرفه. نتمنى يعجبوكم وشكرا لكم على المتابعه. وما تنسوش دائما لي لايك لي لايك. هنا انا قدمتهم مع هذا الروز هذا اللي صراحه هو كيجي لذيذ، ان شاء الله نشاركه معكم. وزينته بشويه ديال اللوز مهرمش من الفوق. وهذا هو الغداء ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم وشكرا لكم على المتابعه. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.